سيدنا صباح الخير عليكم، صباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتمنى تكونوا في صحه جيده. فكما كتبوا معنا متابعينا الكرام بدايه الصباح، الاجواء هنا في مدينه تطوان فصراحه اليوم يعني في مدينه تطوان متابعينا الكرام يعني الاجواء ماشي اجواء يعني حاره، اجواء غربيه، تبدل الجو، مابقاش ديك الشرق اللي كان يعني مدقدق وكيهلك. كيما كنقولو كامل العلو كاين، كيما كيقولو كيزعلك كامل عرقان، ومزعلك ومهلك وحالي تقول بعيد كيخمل السيما ولا كيحمل السيما. فاليوم الجو في مدينة تطوان يعني جو غربي، وكاين شوية ديال الهواء مبرد، يعني الجو بارد ماشي الجو اللي بحال دايما، يعني بحال اللي كنا كنشوفو دايما يعني جو الحرارة والأجواء جد حارة وسخانة، وكاين يعني حتى تما كتشوف يعني حتى السحب يعني تولى منظر تبعها عامي في السما، يعني تما مغدين يعني الأشياء ديال الشمس اليوم في مدينة تطوان في المنظر هذا. وانتم اللي كتابعوه معنا يعني متابعينا الكرام يعني مباشرة على قناتكم قناة شوف تيفي، إذا متابعينا الكرام صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. اليوم الصباح كما كتبوا معنا مدينة تطوان يعني عاودت يعني عاودت على التكبير ديال الموظفين العمل ديالهم، والعودة ديالهم كذلك يعني للاشتغال يعني مجددا يعني بعد يوم راحة ويوم عطلة، بسبب يعني بداية السنة الجديدة، وبسبب يعني فتح محرم اللي كنعرفو يعني بأن بزاف ديال العمال يعني ما كيخدموش في هاد النهار هذا. اليوم يعني متابعينا الكرام يعني في مدينة تطوان يعني عاودت يعني الحركة الصباحية، عاودت العمال يعني للاشتغال ديالهم يعني كيما قلت يعني بعد يوم بعد يوم ديال الراحة إن شاء الله تعالى. فنتمنوا التوفيق للجميع، نتمنوا نهاركم يدوز بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى للجميع، لا بالنسبة للناس اللي باقا مازال كتشتغل ولا الناس اللي عندها يعني عطلة. ف كنتمنى لهم يعني حظ التوفيق إن شاء الله في العمل ديالهم وبداية هاد اليوم، وكذلك يعني جميع الناس اللي كيتابعونا سواء يعني داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، كنتمنى لهم إن شاء الله بداية يوم موفق إن شاء الله تعالى. و كنتمنى لهم التوفيق والتيسير ان شاء الله تعالى. اذا متابعينا الكرام يعني من خلال هذا البث المباشر كتعيشوا معنا هذه الاجواء ديال الصباح في مدينه تطوان. كما قلت يعني الصباح الجو اليوم صباح مدينه تطوان يعني كاين شويه ديال الهواء، كاين فخ الجو الصباح مبرد شويه، ما صبحتش ديك الحراره اللي كنا كنصبحوا ليها دائما، اللي ما صبحت نقصت شي شويه يعني الجو مبرد، وكاين يعني الحمد لله كاين شويه ديال الريح كاين فخ. قلتم يعني متابعينا الكرام يعني كتعيش معنا هاد الأجواء، كتشوف معنا هاد الأجواء ديال هاد اليوم هذا. بالنسبه يعني متابعينا الكرام باقي المدن المغربيه في كلوج ديال ديران، ديران كما شفتوا هذا الصباح هذا كيفاش عملت كل الاجواء يعني هذا الصباح هذا، واش كاينه يعني الحراره في الحديد ديال المدن ولا يعني الصباح ديال كاين الاجواء الغربيه بحال مدينه تطوان، وكاين يعني الهواء شويه ديال الهواء مبرد يعني سبحان الله. تما تشوفوا كنتو جالسين دابا تما كتشوف يعني الشجر كيتحركوا، والهواء كينفخ والهواء يعني كينفخ برد شويه يعني صراحه الحمد لله على هذا النهار هذا، يعني مكيسال يعني كيما بعدا كيبقى شويه ديال القلب الوكيل فخ. الايامات اللي دازت يعني كانت شويه صعيبه بالنسبه للناس ديال الحساسيه، الناس ديال الرطوبه، الامراضين، الناس اللي عندهم ضيق تنفس، وسبحان الله كان كاين بزاف يعني الجو سبحان الله كان قاصح بزاف، كانت الرطوبه بزاف، كانت الحراره بزاف، والانسان كان كيصعب عليه انه يتنفس مسكين. اذا هذه هي الاجواء متابعينا الكرام يعني هذا الصباح هذا في هذا المنظر هذا اللي كتشوفوا السحب، هذه السحب الغربيه كتغطي يعني مدينه تطوان، وكتغطي حتى الاشياء ديال الشمس نتوما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. اذا الصباح اليوم في مدينه تطوان متابعينا الكرام تتبع قناه شوف تي في، الاجواء ديال الصباح الجو اليوم الصراحه يعني ما كاينش الحراره اللي كتكون على الصباح، يعني صباح الجو برد شويه مزيان. نتوما يعني كيفاش دايره عندكم الاجواء يعني باقي المدن المغربيه، وكيفاش عامل الاجواء يعني بالنسبه لكم متابعينا الكرام اللي كتابعونا يعني في هذا التقدير المباشر.
قلب مدينة تطوان، القلب يعني الجو الصباحي هنا في مدينة تطوان. نسمع الجو في مدينة تطوان كيفاش عامل، ونسمع الأجواء الصباحية في مدينة تطوان كذلك كيفاش عامل. ونتمنى لكم من الخيرات الأجواء الصباحية والخيرات البدء المباشر الصباحي لكي نشوى معكم من قلب مدينة تطوان. يعني الناس تطون يعني اللي كيعينوا بلا يجعوا رجوعهم بالدفة، طبعا هذا الجو هذا اللي هو هذا الجو الغربي، فما بقاش الشرقي يعني الشرقي اللي كان يعني كيهلك وكذا. من الانسان يعني نوضع يجعوا البرودة شوية يعني عرفت بعد الغربي ماشي الشرقي اللي كان يعني كيهلك وكذا كذا. والانسان يعني غيصبح كذلك يحس غير بالراس، غيصبح مصطنع، غيصبح يعني مهلك وكذا. فيعرف يعني الجو تبدل في تطون ورجع الغربي. اتمنى قال الغربي بزاف يطول معنا ما يمشيش تغلى علينا، يعني الناس تطوان كثر في عندنا الغربي ضايع يمشي، هاد الجو الغربي ضايع يمشي، والشرقي هو اللي كيغلف تطوان. نتمنى هاد الجو الغربي هذا يطول معنا ان شاء الله شي شويه باش الانسان يعني يعاود ما يبقاش يعني يبقى دائما ديك الحراره المفرطه، ديك الحراره القويه. ديال المتابعين الكرام كاين شويه لكم هاد الاجواء المباشره قلب مدينه تطوان من خلال يعني هاد البث المباشر الصباحي. لكن نشوف معكم متابعينا الكرام، نتمنى لكم ان تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير.